طبعا طبعا. طيب احنا معنا الدكتور عمرو محب، المشرف عام على العلاقات الخارجيه بالنادي الاهلي، وانا عارف ان هو ده ابن من ابنائك ومن الكوادر اللي انت يعني ظبطتها كويس قوي. يعني هنسمع هيقول ايه ونرجع تاني ليه. مساء الخير كابتن مصطفى عبده، مساء الخير اسر البرنامج المجري. سعيد بوجود المهندس هشام عزمي معاكم النهارده في الحلقه. المهندس هشام عزمي صديق قديم اعرفه يمكن من سنه 1995 لما التقينا لاول مره، كنت رحت اجريت معاه حوار لما تم اسناد مهمه تنظيم كاس العالم لمصر، كاس العالم الناشئين كانت سنه 97 نظمناها في مصر، وكان هو المسؤول عن الملف المصري في كاس العالم، والتقيت بيه وعملت معاه اجريت معاه حوار وصحفي وتعرفت عليه ونشأت بينا صداقة. وحتى أنا فاكر يا باشمهندس لو تفتكر كنت أهدتني قلم فيفا فضلت محتفظ بيه فترة، وفضلنا على تواصل على طول. أنا باشمهندس هشام في بطولة 97 اشتغلت في اللجنة الإعلامية للبطولة، وكنت يعني كنت على تواصل مباشر معاه، واكتشفت قد إيه شخصية راقية وقد إيه شخصية بتحب تساعد الناس. باشمهندس هشام عزمي يمكن من القلائل في مجال الرياضة المصرية اللي يجيدوا لغات إجادة تامة، بيتكلم فرنساوي وإنجليزي بطلاقة. وانا كان ليا الحظ ان انا سافرت معاه الفيفا او قابلته في الفيفا لما كان عندي اجتماعات هناك، وشفت قد ايه علاقاته هايله في الفيفا وقد ايه صديق مقرب لبلاتر والاعضاء مجلس المكتب التنفيذي للفيفا. وانا ما انساهوش حتى موقف على المستوى الشخصي ان هو كان من ضمن كان يعني عضو في الاتحاد المصري لكره القدم سنه 99، وهو من ضمن اللجنه اللي تم قبولي كمترجم لجرار جيلي لما تقدمت عشان اكون مترجم منتخب مصر. ويمكن دي كانت مهمه، كانت لحظه فارقه في حياتي، لان دخلت احترفت مجال الترجمه الرياضيه ما كنتش مترجم، ويمكن لما كنتش اشتغلت مع جرار جيلي ما كنتش كملت وكنت اشتغلت مع المدربين بعد كده. انا سعيد بوجودك معنا في الحلقه يا كابتن هشام، وطبعا احنا للاسف افتقدناك لما ابتعدت عن العمل الرياضي، بس انا يعني انا اشرف ان العلاقه بيك دائمه وبتواصل معاك على طول في مناسبات نتكلم. انا سعيد جدا بوجودك النهارده في الحلقه، ويا رب تكون حلقه موفقه باذن الله. كلام جميل والله. بص الدكتور عمرو، اولا في حياه الانسان دايما بتجيله فرص طبعا، ودي جت بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. لا ما استغلتهاش، بيدي لك الفرص ويسيبك انت تختار هل هتستفيد وتستثمر الفرصة دي. أولا أنا عمرو من الشخصيات المؤدبة جدا، نعم ساعات بقول إنها زيادة عن اللزوم حتى، يعني مؤدب قوي على مجال الكورة، إنما ذكي مجتهد ومهذب جدا، وعرف يستثمر إمكانياته في إنه يتواجد على ساحة الكورة المصرية سواء على مستوى الترجمة أو الإدارة الرياضية أو إدارة الإعلام أو حتى في تواصله مع الفيفا. فأنا بشكره وبحييه وبقول إن هو كان مكسب كبير قوي لاتحاد الكورة في مصر، ومكسب كبير جدا للنادي الأهلي أيام تواجده. إحنا الكلام معاك هيطلع موضوعات كتيرة جدا أنا عارف، ويمكن السادة المشاهدين النهاردة الحلقة مختلفة في حاجات كتيرة جدا. هاجي عند الجزئية بتاعت المهندس هشام عزمي أو كابتن هشام عزمي أو هشام عزمي صديقي، أو وأنا حاجة تشرفني إن أكون صديق المهندس هشام، وبرضو إحنا بنكسبه في البلياردو، هو عامل فيها لعيب بلياردو جامد قوي، إنما بنكسبه في البلياردو أنا ومدحت طلعت ضده ونبيل الموجي، دول أصدقاء يعني إحنا مع بعض في نادي هليوبلس، غير بقى الدكتور أحمد والشلة ياه اللي كنا بنحكي عليها قوي دلوقتي. لكن حاجة أتوقف هنا وأقول إيه، المهندس هشام عزمي والفيفا كان دورك ايه مع الفيفا؟ بس قبل ما نخش في الموضوع ده هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري.